السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نخيطوا الموديل اللي فصلنا. غنبداو بلي مونش هما الاولين. هذا هو المونش، خليته بالباتروناج ديالو باش نعرف اش كندير البنات، باش اختي اللي قطعت. وهذوك لي فولون، هذوك الكبار وهذو الصغار. وغنبداو على بركة الله البنات. حنايا درنا البورداج للفولون، دابا غادي نلصقو تول مع النص الاولاني نعبرو. كنعرفو باش يجينا العبار هنا النص، النص على النص البنات. لازم تكون الكاميرا شويه هنا، خص النص يجي مع النص. شتوه ندير واحد التراساج هنا كيبان خفيف ديال التول باش نقادو مع النص ديال البولون. قادو داكشي مزيان. اذا هذا هو تراساج عندي هنا، يجي هنايا، والاخر تراساج ديالو هو هذا، خصو يجي هنايا. الا كاينه شي حاجه غادي تصاب نقص لداخل. نكملو التقاديد صافي. دابا ندوزو عليه بالسورج متقادتو، كيجي على هاد الشكل البنات. شفتو هو التاني، دابا صايبناه، بقى لينا التالت حتى هو ينصيبو. غنسخر شويه باش نوريكم كيفاش غيكون التالت بارتي ديالو. غنديرو ليه بعدا البورداج، هذا نلصقو البورداج. هانتوما تشوفو معايا البورداج كيفاش غنديرو ليه. هو الوجه ديالو، غادي نحطو عاوتاني، نحطو هذا بحال هكا، نديرو فوق منو الفولون، يجي تشيل تحت الفولون الفوق، وفوق منو الجهة الثانية ديال الدراع. كنقادو عاوتاني بالفنيت، حيت ملي كيكونو تلاتة القطع ماشي بحال ملي كيكونو جوج، ضروري خصنا نعاونو بالفنيت باش ما يهربش لينا التوب البنات. على هاد الشكيلة هادي،
هما بجوج، الاول هاد الثاني. دابا غادي ندوزو للمونتاج ديال الكياسة. البنات دابا درت هاد دي فرونس، درتهم بالفنيت كيف كتشوفوا. دابا دزت عليهم بلا ماشين، كنفيكسيهم بلا ماشين هنايا بحال كيف كتشوفوا بحال هكا. هنا بالنسبه للكول هو هذا، درت حتى هويا نص سنتيم، خديته لقيت الطرفه بجوج. دابا غادي نقلبهم بحال هكا ونروباسيهم بحال هكا ونروباسيهم، نوريهم لك في الشكل النهائي ملي تروباسا. هذا الحزام درت ليه خياطه من هنا من الجنب نص سنتيم اولا سنتيم اللي بغيت نشد، انا خديت غير نص سنتيم حتى الاخر. عاد غادي نقلبو بالفنيته باش نقلب واحد على واحد عاد باش نكملوا لي الخدمه ديالو. هادشي اللي درت البنات هو هذا. دابا غنعاودو، انا غنوريكم لي باسون كيفاش كيكونوا. هما هادو دابا 4 على 20 سنتيمتر، نشدوهم بحال هكا، كنديروا هذا بحال هكا، نديروا بحال هكا، والاخر بحال هكا. نتلاقاو ان شاء الله فوق مكانة السورجي. كنقادو البنات لي فولون بهاد الطريقة، كل وحدة مع اختها بحال هكا، و كنشدو بالفنيت البياسة كاملة صافي، كندوزو عليها بالسورجي و كيكونو القناص مقادين. حافظو على هادوك لي فولون تكون وحدة طايحة على الأخرى. لو البنات كنديروا لو دوفون، كنديروا جلوج على الوجه وكنحطوا تويل على الجهه اللي خصنا نحطوا عليها صافي، كندوزوا بالسورجي كيف الان. ديناهم نقدر نعاود من هنا بواحد شوي واحد هذا غرزه ديال البيكوز عاد باش نتلاقى معكم باش نمونطي باش ما يتحلش ليها الخياطه باش ما تحلش الكليانه ديالي. تمونطات المونش كيجيو على هاد الشكيله هادي هكا هما هما هادو شتو مونش ديالنا غابلون كامل جوج وحدهم، مونش تاني كذلك كيف كتشوفو البنات. صافي دابا البياسة ديالنا على غير الكول باصة مع
الصبغه اللي بقاو لنا شكون كملات يفولو مقادين وحده مع وحده. كنديروا هذه الوسط الطلاقي كنديروها الوسط باش تجي الحزام يجي فيني. إذا بغيتو البنات ندير لكم درس خاص على كيفاش نديرو نصوبو الباسطة ملي كيجي تلصق فيها الحزام والحزام مفهمتوش هاد الطقس ندير لكم درس خاص بيه إن شاء الله. الشكل النهائي للحزام ديالنا البنات كيف كتشوفوا الباصي دابا صافي كيجي فيني كتجيش فيه هذيك التنيه كتجي لداخل شفتوا البنات هاهي طروباسا صافي وشد لي كيبر ديالو مزيان. دابا غنشوفو كيفاش لصقوه فوق لاغوب. تبعوا معايا المراحل. غنعبرو 12 سنتيمتر من هنا من تحت الابط لهنا غنحسبو 12 سنتيمتر ونديرو تراساج ديالنا ونخدمو ياسا كملات على غير الفاسون بحال هكا خشيوها تحت لاماشين بحال هاد الطريقة. كيبان ليكم لأن التوب كحل متيبانش مزيان وكنحسبو 12 سنتيمتر من هاد الهبطة ديال الكتف الهبطة ديال الإبط من هنا نحسبو 12 سنتيمتر هي هادي. نديرو تراساج ديالنا عادي نجيو نحطو الصباط هنا فهاد البلاصة. التوب لي لتحت سوا دوزناه هكا سوا دوزناه هكا مكاينش تا ممكن تا مشكل كيما درنا لي. غنشدو الباسون ديالنا هو هذا هاد الجهة هي اللي كتجي جهه الظهر الجهه المحلوله هي اللي تجي جهه الظهر وهاد الجهه المسدوده هي اللي غتجي لداخل بحال هكا ولا بحال هكا على الاختيار تقدري ديري حتى بحال هكا شي الجهه المسدوده هي اللي كتجي جهه الظهر والجهه المحلوله هي اللي كتجي هنا. هادي كنديرو فيها 5 سنتيمتر ما نفوتوش 5 سنتيمتر بحال هكا شفتو ها هي حطيتها بهاد الطريقه. كنجيو هنايا فهاد النص هاد البلاصه اللي كاينه النص هنا وكنديرو واحد لاريط صغيره الصباط. شوفوا الوجه ديالو فين هو وهذا اللي عندي هنا بالطريقه صحيح طب هكا مزيان صافي. شوفوا كتجيب هذا الشكل ديال الباسون ديالنا بحال هكا. ارجو انها تكون بانت لكم حيت التوب كحل ما غتبانش مزيان. انا غادي نبينها لكم بنفس الطريقه غنصوبوا الجهه الاخرى. هو هادشي اللي لتحت هنا نجي بحال هكا هادي هي الباسون ديالي. نديرو الجهة الأخرى أو غادي نفينيوها ونوريكم الشكل النهائي للفستان. إذن البنات الشكل النهائي الفستان ديالنا هو هذا بأكمام الجرس و لي فرونس في الكول والحزام الحزام تشوفو طلع رائع وجميل وتول مونش غلون إي تول في تول مونش غلون بتول
شتوك البنات كيطلع ما شاء الله رائع وجميل. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد، وباش حنايا نستمروا وتكون عندنا مستقبل ان شاء الله في هذه القناة انها توصل لعدد كبير من الناس ويستافدوا منها. بالمناسبة كنتمنى ان هذا الحجر الصحي يمر بخير وعلى خير، وصيد ربي يدير لنا شي تاويل ديال الخير، واللهم يا رب يرفع عنا البلاء والمحن يا رب العالمين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى الفيديو الجديد والقادم باذن الله.